من اقصى جنوب مصر محافظه اسوان بينضم ليا زميلي احمد مصلحي مراسل تين تي في. اهلا بيك يا احمد، وطمني ايه الاجواء معاك في اليوم الثاني من التصويت في الجوله الاولى من الانتخابات البرلمانيه؟ اتفضل. مساء الخير كمال، نحن الان متواجدين داخل مدينه اسوان. يعني منذ قليل بدات ساعه الراحه، ويعني إذا تحدثنا عن الإقبال منذ الصباح الباكر، يعني دعني هناك 30 لجنة في محافظة أسوان بدوائرها الخمسة بدأت متأخرة، في يعني هناك لجان بدأت في 9:15 صباحا، ولجان بدأت حتى 10:00 صباحا، ولجان بدأت في 11:00 صباحا بسبب تأخر وصول القضاء. لكن بشكل عام الإقبال هنا في محافظة أسوان لم يختلف كثيرا عن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، كان الإقبال أقل من المتوسط قليلا، وكان هناك يعني من أدلى بصوته في هذه الانتخابات كانوا من كبار السن، ويعني وجود الشباب كان ضئيل جدا في هذه الانتخابات. البعض بيرجع قلة الإقبال بسبب عدم وجود شيء مقنع في برامج المرشحين سواء على المقاعد الفردية أو على مقاعد القوائم الحزبية، ما يقدم للمواطن الأسواني ما يهمه وهو ملف السياحة. يعني تقريبا كل الآراء أجمعت على أن لم يقدموا جديد بالنسبة لملف النهوض بملف السياحة هنا في محافظة أسوان. ومن المعروف أن محافظة أسوان بتعتمد بشكل كبير في كافة أنشطتها التجارية والاقتصادية على النشاط السياحي، واللي قل تدريجيا في الأعوام الخمسة الماضية. طيب أحمد، يعني ما فيش شيء آخر يعني كان هو يزيد من او زود الاقبال في اللجان الانتخابيه؟ احنا بنتكلم على عصبيه قبليه بالتاكيد موجوده في اسوان. هل في تيارات سلفيه زي ما ضيفنا الكريم الاستاذ اكرم الفي قال ان في الفترات المقبله هيكون في حشد من التيارات السلفيه، هل لاحظت اي شيء من هذا الامر؟ هو من المعروف كمال ان محافظة اسوان المعركة الانتخابية فيها بتعتمد بشكل كبير على مدار الاعوام الماضية على العصبية القبلية والعائلات، وبالفعل هناك مرشحين كثر يمثلون عائلات كبيرة في محافظة اسوان، لكن حتى الان لم نشهد اي اختلاف عن اليوم الاول في التصويت. نسبة الاقبال لازالت ضعيفة، ويعني بعض الاعلاميين وبعض الخبراء وبعض ايضا الناخبين والمواطنين من اسوان الذين لم يدلوا باصواتهم، يعني تحدثت مع البعض بالامس قالوا انه يعني قالوا ان هم مش عايزين يروحوا الانتخابات لان ما فيش حد اقنعهم بشيء جديد ممكن يقدمه لاسوان، وزي ما قلت خصوصا في ملف السياحه. طيب بالشكل ده نفس الخروقات الانتخابيه اللي كانت موجوده في الامس هل ما زالت اليوم ولا تم تلافيها من خلال اولا رجال الشرطه والجيش اللي موجودين في الخارج دعايه انتخابيه او من خلال اللجنه الانتخابيه اللي موجوده في الداخل؟ هي محافظة أسوان لم تشهد أي خروقات انتخابية سوى بعض اللافتات التي لازالت منتشرة، لافتات الدعاية للمرشحين سواء على المقاعد الفردية أو على القوائم ما زالت منتشرة أمام مقر اللجان الانتخابية، فيما عدا ذلك لا توجد أي خروقات ولم تتلقى غرفة العمليات سواء في المحافظة أو في مديرية الأمن أي خروقات أو أي دعاية انتخابية في الدوائر الخمسة الخاصة بمحافظة أسوان. نعم زميلي أحمد مصلحي مراسل تين تي في من أسوان، بشكرك شكرا جزيلا.